السوال بالنسبة للنساء راهم كثروا الهضرة في هذه المسألة وشاغبوا، دوك نحاولوا الأخوات اللي يسمعونا نفهمكم، راح تاخذوا قاعدة. أولا المرأة يجوز تلبس السوال تحت الحجاب، النقاش كاع راهو على السوال تحت الحجاب، يجوز ولا شيء في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله النساء المتسولات، دعا لهم بالخير، رحم الله النساء المتسولات. جاءوا بعض النساء في العصر الحديد حبوا يفهمونا باللي النساء المتسولات اللي تلبس سوال وتخرج للشارع، لا 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 لا، لأن هذا الحديث كيف وقع؟ كان عليه الصلاة والسلام كان جالس مع سيدنا علي بن أبي طالب، ومن بعد كانت امرأة فوق البغلة تاعها، أي تمشي فوق البغلة فعثرت بغلتها فسقطت المرأة، فلما سقطت النبي غمض عينه، حتى رسول غمض عينه. سيدنا علي بن أبي طالب شاف هذيك اللقطة، قال له يا رسول الله افتح عينك، المرأة هذه راهي لابسة سروال، يعني ما انكشفتش، واش علي تقدر يا رسول الله المرأة هي لابسة سروال لم تنكشف. فقال عليه الصلاة والسلام اسمع عجباته، عجباته هذيك المرأة كي هي لبست سروال تحت الحجاب، هاي لما طاحت لم تنكشف. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله النساء المتسولات، دعا لهم على لأن الزيادة في الستر. ولذلك نصحوا جميع الأخوات لما يلبسوا حجاب يلبسوا سروال تحته، وعلى أن لا يكون السروال مكشوف، يعني يحاولوا السروال يطيح مع الحجاب، ماشي الحجاب راهو الفوقة والسروال راهو لتحته، لا لا يحاولوا يكونوا معاه. ولذلك هذا الخياطات لما يخيطوا حجاب تحته سروال حاجة مليحة، بارك الله فيكم، يعني ماشي حاجة ماشي مليحة. وحنا سمعنا فتوى جابوها لنا يعني في البايط من الخارج، يقول باللي المرأة حرام تلبس سروال ولو لزوجها، يعني اتقي الله، هذه فتوى باطلة. المرأة مع زوجها يا وتلبس السروال وتلبس له ما تشاء وما يشاء وما يحب وما يرضى، كيف هذه المرأة حرام تلبس سروال لراجلها؟ وين هذه؟ دخلتوا للناس حتى ديورهم تعسوا فيهم وش راح تلبس لراجلها؟ يعني مين جاب هذه الفتوى؟ فتوى باطلة باطلة باطلة. هاني يعني قلت لكم اللبس السروال تحت الحجاب ما شاء الله اكو تنالوا الدعوة تاع النبي، وين تصيب النبي يدعي لك، لكن لما تلبسي سروال تحت الحجاب تدخلي في الدعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله النساء المتسولات، لأن لبستي حجاب سروال تحت الحجاب سترها، إذا ضرب الريح ولا سقطتي ما تنكشفيش. ولكن هذه الفتوى تقول لك المرأة حرام تلبس سروال ولو في بيتها، وحرام تلبس سروال لراجلها، وين رايحين بهذا الجنون؟ ما كاش منها، هذه فتوى باطلة. البسي لراجلك واش يحب واش يحب، لي جات فراسه وقال لك البسيها البسيها، هذه كاع من طاعة الزوج، وتفرحي زوجك ويرضى عليك ربي والأسرة تكون سعيدة، ماشي المرأة الراجل يخرج للزنقة يشوف غير الحور العين. يا صاحبي جوزوا عليه روايح تقول هذيك الكريموجان تضرب الأعصاب تاع الراس، تعطيه بالريحة مخو يحبس، والأخرى لا لا لبست له اللباس تاع عجيب، وبعد يدخل داره يصيب مرته محزمه راسها فيها ريحه البصل، يا ولا بصل وش هو داير، لو كان جات لي انا نحبسوا كاع البصل ما نزيدوش كاع نشوا البصل هذايا. ومن بعد الراجل يولي يشوف الزنقه ويشوف داره، يشوف الزنقه يشوف داره، في الزنقه الحور العين، في داره المراه ما يش في حاله كما يحب هو، قلبه يتغير تصرى عداوه، يولي ما يهدرش مع مرته ما يقعدش معاها ما يدخلش لداره، يهبل يروح يخلي داره. اما لا كيف تزيدوا انتم تفتيوا لهم المراه حرام تلبس سروال راجلها باش تدمر كاع الاسره، يخرج برا يصيب المتسولات بدون حجاب، يدخل داره يصيب المتحزمات بالبصل، ومن بعد يشد المتحزمه ويخلي، لا 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 اتقوا الله يا ناس. يجوز للمراه ان تلبس في بيتها لزوجها ما يشاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، آمين والحمد لله رب العالمين. واحد آخر، روحي راكي مطلقة بعدد القرموط تاع المدية، روحي راكي مطلقة بعدد القرموط تاع المدية، المدية وما فيها من قرمود، يعني هذا ماشي طلقها بالتالات. ومن بعد يجي يا سيد الشيخ سلكني صيب لي كاش قول، وين نصيب لك قول انت؟ انت طلقتها بالقرموط تاع المدية، وين انا حنصيب لك قول هذه؟ كي وين؟ عند الامام مالك، عند ابن القاسم، عند القاضي عياض، عند الامام خليل، عند ابن عاشر، وين حنصيب لك قول انت؟ يجي يا سيدي الشيخ سلكني واش قلت؟
أنا قلت لها روحي كي مطلقة حتى الكلب يلبس الصباط. ما 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 تصيب لاش حل. يعني ألفاظ طلاق ما كاش حتى يعني في الكتب، ما صبناها لا في المذاهب لا خارج المذاهب في عقول الناس. اتقوا الله يا عباد الله. إنسان كي يزعف يتقي الله، كي تزعف أتوضى، كي تتوضى أك واقف أقعد، أك قاعد أتكسل، أك مقلق أك تغلي روح ركعتين الله أكبر، برد قلبك، برد قلبك في طاعة الله. أما هذه ألفاظ الطلاق كل واحد عليه من يطلق، وانسى انسى هبلو اسمعوا امرأة على شيء حبة طلاق، اسمعوا تتصل بها امرأة يا شيخ أني زعفانة أني غضبانة أني في دار بابا عندي 6 شهور ملي أني غضبانة أني ناوية نطلق، علاه واش دار لك هذا الراجل المسكين؟ واش تقول لك؟ قالت لك اداني للسبيطار وكي جابني جابني فطرولي. ايه واش صار؟ وراء المشكلة يا اخي كان معاك ولا بعتك وحدك؟ لا لا تقول لك كان معايا، هذا الشيء كان معاك وجابك فطرولي وراكي زعفانة. قالت لك سبحان الله على ما كانش قادر يكبر بيا يكريطونو بشابة ولا حاجة يجيبني في طاكسي ما شاء الله يحمر لي وجهي. وين رايحين بهاد الهبال؟ وين رايحين بهاد الهبال؟ تطلبي طلاق خاطر راجلك مسكين جابك في طرولي وهو جا معاك راجلك. أنا عندي مرأة تكون مع راجل يجيبها تجيبها فوق الحمار ما شاء الله، أنت جايبك طرولي تطلبي طلاق وتغضبي. والله غايجوني نساء تقول لك أنا ناوية نطلب الطلاق خاطر اختلفنا فكريا. وشنو هذه اختلفنا فكريا؟ وشنو هذه فكرة اختلفنا فكريا؟ نحكي لكم قصة واقعية ونختم.